انا شايفه هالجايه كلها خساره بخساره، الا حدا معبرنا ولا حدا عاملنا قيمه، ويا خوفي بعد شوي يجي يقلعونا كمان. استغفر الله العظيم. ليكي استعدلي مطولي بالك ليكي، ها نقطيني بسكوتك تفهم شو صاير جوا. لش شايفه شي غير اللي حكيته؟ ولا مثلا نتفوا حالهم هن عم يستقبلونا؟ قولي لي اذا شايفه شي غير اللي حكيته احكي. طولي بالك انت الثانيه، بيكونوا مشغولين بشي شغله. لك ليكو ليكو، مو هذا ممثل؟ انا شايفته. يه ايه مو مظبوط. لك اسالي عن شفيق. عفوا استاذ لو سمحت، يعني نعم. انا مدامته للاستاذ النجم شفيق زميلك. زميلي؟ ايه. شفيق تبع البوفيه. بوفيه؟ شفيق مو ممثل؟ ممثل؟ بلا، ممثل الطبقة الكافية. شو بتقول انت؟ بس احنا جايين نشوف نجوميته بصراحة. نجوميته بشو؟ بالمسرح. طيب هلا ببعث لكم اياه، بيكون عم ينظف غرف الممثلين. استاذ نعم. لو سمحت، مو حضرتك الممثل حسام؟ بلا. انا كثير معجبة فيك استاذ. اهلا وسهلا. اخبارك كلها بالطيارة. انا كثير كثير معجبة فيك ومبسوطة كثير. الموديل طيب طيب، بس نفتتح المسرحية بتجوا بتحضروا العرض. ممكن توقيع لو سمحت استاذ؟ نعم؟ لك شو العمى نعم؟ ما حضرتك اضطريتني اتصرف هيك تصرف. لك عيني انا نجم معروف، وهي البروفات كلها انا ما لازم اعملها، بعدين بأي حق بتجيب واحد نكرة مثل هاد حقه قرش وبتحطه بمحلي؟ الله يسامحك، عم تغلط وراح سامحك، شوف احترم تاريخك، احترم تصنيفك، انا عند اللزوم بلعبك على اصابيعي هدول، انت نجوميتك. شفيق، لك شو عم تحكي انت ولا؟ وين تفكر حالك؟ على المسرح، وانا تعلمت من هذا الرجل، من هذا الاستاذ العظيم، انه المسرح والفن له ادابه، يلا قول لا لشوف. هلا واحد جاي من الشارع بده يعلمنا اداب المسرح والفن؟ لك انا لما صرت نجم وصوري معبيه الحيطان والمجلات والتلفزيون، لك حتى علب البسكويت والعلكه امثالك كانوا لسه ما بيعرفوا يفكوا الحرف، فهمت ولا لا؟ حسام مالك حكي معه، حكيك معي بدك تلتزم بالوقت والبروفات لما لا؟ لا انا بروح وبجي على كيفي، عجبك لما لا؟ اذا هيك روح وتعال على كيفك قد ما بدك. تابع شفيق، طلعوا شباب لعندي على الخشبه بسرعه. طيب يا سمير اعمل وكتر، انا بفرجيك انت وامثالك من فنانين الشوارع وشوفيريت الصواني. لا يا استاذ حسام لا، لك انا بالزور قبلت الدور تبعك لو ما منع لي فيه الاستاذ سمير. بلش استاذ، رح نبلش، تعا تعلم تعا. تفضل. هذا البيت انا بنيته حجر حجر وقطعه قطعه، انا بحاكم الكل، ما حدا بيحاكمني. شو القصه نظيره؟ طب ليش عم تعملي هي الشرشف وهي المخدي وجوا بغرفة النوم قفي نومي هون بتنام؟ طيب خلص هون بنام، طولي بالك بس فهميني ليش. لك بدي افهم شو كان ضرك لو قلت لي انك ما تعمل قهوه وما تنظف وما تخدم بالمسرح؟ شو كان ضرك لو قلت لي الحقيقه؟ اي متى انا كنت انزعج من شغلك؟ اي متى؟ نظيره افتحي نظيره، خلينا نتفاهم، يعني ما بصير هيك. شوفي نظيرة، إذا ما فتحتي بنتحر، ها؟ رح أعدها لواحد لثلاثة، واحد اثنين اثنين وربع اثنين ونص ثلاثة إلا ربع ثلاثة. بلش اشتري جرايد حتى تعرفي شو قيمة جوزك وتعرفي قيمة فرصة العمر اللي اجته. طيب وإذا اجى عبالي زورك؟ بتشرفي بتفوتي بكل احترام، وإن شاء الله مخلوقي هو بناحك أو يحكي معك كلمة. ولك عيني ربك عيني، يعني أنت هلق متأكد من كل شي قلته؟ لك إذا المخرج بذاته كمشوا لهذا الممثل حسام قالوا تعالى هون لشوف، شايف هذا الأستاذ شفيق؟ هذا بطل المسرحية، هذا نجم المسرح، ملك المسرح، اي حدا بيحكي معه اي كلمه بتنحكى معه بتمسه بتمسني. روح اعمل اللي بدك اياه.
ولك إلهي مولاي يسعدك ويرزقك وتصير زيد نجوم كلياتين. كل تقبرني كول كول كريتو صحة وهنا يا رب. لا خلاص ما بقى فيني مش على رشاقة. إلهي مولاي يحرسك. الله معك، مع السلامة. دير بالك يا أستاذ شفيق، دير بالك يا نجم، يا سيد النجوم كلياتين. عفوا جارتنا، مرحبا. أهلين جارتنا، شو كنت عم تودعي النجم تبعي؟ لك يقبرني يقبرني هو ونجوميته، يقبر حساد وعدوينه يا رب. عن جد شو رأيك نروح اليوم على المسرح مرة تانية؟ اتفقتي انت وجوزك مشان يستقبلنا بالقهوة؟ اتفقت. وقل لي بتنوري المسرح يا نجمة يا نظيرة، انت ومين ما اجى معك. ويمكن ما صار لك خبر انه شفيق والمخرج تبعه قلعوه لهذا اللي اسمه شو؟ حسام تبعكو، لما عرفوا شو سوى مع مدامته للنجم يلي هي انا. هلأ شفيق قلعوا لحسام؟ بتحبي تروحي تتفرجي عن جومية شفيق جوزي؟ انا شخصيا ما عندي مانع. لكن نظيرة لفوا الدوران، انا ما بحبه منو بنو، وشوفت الحالة الفاضية ما بتمرق علي. هالمرة اذا رحت على المسرح وطلع كلامك مو صحيح، ايه ما رح اسكت لك لا الي ولا لجوزك. ايه فوتي 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 البسي ودقي لها لهديك رفيقتك وقلي لها بالحرف الواحد انه مدامته للنجم يلي هي انا عزمتنا اليوم تنشوف رسالة شفيق على المسرح. شباب هذا المشهد الختامي للمسرحية، الريس تبعه حيكون شفيق، شرف لعندي شفيق. شفيق بدك تخيل حالك امبراطور، راسك لفوق لتحت شوي، تتخيل كل الناس اتباعك وانت عم تخطب فيهم، وخاصة بالمشهد الأخير والجملة الأخيرة تحديدا اللي بتصرخ فيها وتقول حافظها حافظها تبع جيبوا هاتوا القانون يا قانون، جيبوا القانون كله جيبوا القانون كله يا قانون، انا بحياتي ما شفت حالي يا قانون مخلوق. انا بحياتي ما شفت حالي على مخلوق يا قانون، انا بحياتي ما شفت حالي على مخلوق. تشرف تشرف على هالمهزله. هذا هو يا سيدي، هذا هو. شباب حدا عنده اي اسئله؟ انا بدي اسال. اهلين ابو لؤي. اهلين. استريحوا يا جماعه، ما في بروفا. بس يا ابو لؤي نحن ما عندنا وقت. مو ضروري يا سمير، ممكن نطلع نقعد شوي بالاستراحه. شرف مين 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 هذا؟ هذا المنتج تبع المسرحية. شو يعني؟ يعني هو اللي بيمول المسرحية بالمصاري. طب إذا كان هو بيدفع مصاري يعني بيوقفنا؟ يعني القرار بكل شيء بالمسرحية بيرجع إله. شو أستاذ شفيق؟ كيفك؟ منيح؟ شو القصة؟ امشي شفيق امشي. ايه استاذ سمير، انت بتعتقد انه المصاري هيك لعبه مشان نصرف على مين مكان، ولا مفتكر المسرح حق التجارب؟ عفوا ابو لؤي ليش عم تحكي معي بهاللهجه؟ شو شايفني اول مره بشتغل مسرح؟ اول مره ولا عشر مره؟ هذا موضوع تاني. لكان يا استاذ سمير بتشيل نجم بجيب لك جمهور على الشباك، وبتجيب واحد ما حدا بيعرف قرع طابه من وين ولا حدا بيعرف شو اسمه، وبتعطيه دور البطوله. ليك سيد ابو لؤي، لما يكون عندي ممثل مثل السيد حسام لا بيحترم مواعيده ولا بروفاته، معناته هذا الشخص ما بيحترمنا ولا بيحترم مهنته. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ يعني يلي بيسمعك بيقول ما عم اجي بالمره. يا سيدي ما عم تجي وما عم تمثل، واللي اسمه شفيق احسن منك ب100 مره. لا هي كبيره كثير وما بسمح لك فيها بنوبها. لك سمحت لي ولا ما سمحت لي دخيلك، هي الحقيقه يا حضره النجم المحترم. هلا ما في داعي ناخذ وقت كثير، انا شغلتي واضحه وتمويلي المسرحيه مرتبط بالاستاذ حسام فيها، فإذا عاجبك تابع معنا على الأساس أهلا وسهلا فيك، ما عاجبك تصطفل نحن متابعين. أنا أبو لؤي أنا كان قصدي مصلحتك ومصلحة المسرحية لا أكثر ولا أقل. برجع بقول لي مصلحتك، ما بعرف شلون بتلاقي مصلحتي بدون وجود نجم شباك يجيب مصاري. ورسالة المسرح؟ الرسالة بالمحاضرات اللي عم تعطيها للممثلين مو لي أنا، أنا رسالتي جابتي حبيبي. يعني جاي تحكمني يا سيد حسام؟ لا بدي احكمك ولا تحكمني، هذا المنتج هو اللي بيحكمنا. المصلحة هي اللي بتحكمنا كلنا. شو استاذ سمير؟ اتفقنا نتابع سوا ولا لا؟ اتفقنا، بس إذا بيوعد السيد حسام إنه يلتزم بالبروفات. حسام بده يلتزم مشان نفتح الموسم،
وانا مسؤول عن شيء. شو صار حسام؟ انا بامرك ابو لؤي. بامر مصرياته. مثلي مثلك. لك عتعبك، نحن مو محتاجين حدا يشتغل معنا، الله معك. يلا عيني يلا، هي ابو لؤي حابب يكرمك ويقدر لك تعبك، خذ هالقرشين وصحات. صحات؟ مو عاجبتك صحات؟ انشحت لكان، وإذا مو عاجبتك انشحت انقلع. انشحت وانقلع؟ خلصنا بقى، سيك. تابع استاذ سمير. قلت لي نجم ها؟ انا جاهز استاذ سمير. وانا جاهزه كمان. لا تواخذني شفيق. الحياه صعبه. لازم تعرف انه المسرح مدرسي. لازم افهم انه المسرح مدرسي. المسرح له دور كبير ببناء شخصيه الامه. المسرح بسموه الدول المحترمة مدرسة، ولا المسرح بسموه المثقفين رسالة يا أستاذ سمير؟ شو هاد؟ لا والمسرح شو؟ شفيق؟ لازم يكون بكل ضيعة وبكل قرية وبكل مدينة وبكل قرنة. المسرح لازم الولد يرضع مع حليب أمه. والمال ما لازم يتحكم بالمسرح. المسرح مصلحته فوق المال. المسرح مصلحته مع الناس. المسرح هو الناس. لك حدا يطلع يشحطوا من المسرح. شو بيصير؟ تفضلوا تفضلوا كلياتكم معزومين لتكبوني برا. قبل شوي كنت انا رئيس المشهد، امبارح عم تقول لي يا ملك يا شفيق، هلا شو شحطوا له برا؟ لا لا كبوا له برا، خليه يتفرج على هالمدرسه هاي من برا. لكن خلصنا بقى بلا عرفك. حسام شو؟ خلوه يحكي، خليني اخذ دروس المدرسه كلها منك حبيبي. بدي اعرف هالامم كيف عم تتطور عن طريق المسرح. لا واحد مثله لازم يخلصوا منه ويخلصوا من قرفه. يا شفيق شفيق فهم الموضوع وبعدين. انا فهمان الموضوع كله من شرشه، ولك انا حافظ الدرس كله. انت ما قلت لي المنتج هو اللي بيدفع؟ هو اللي بيشتري المسرح؟ هو اللي بيشتري الفن؟ بيصنع نجوم؟ بيبني نجوم؟ بيبيع نجوم؟ بيساوي كل شيء؟ بيساوم على كل شيء؟ ولك ليكو انا فهمان حالي وين، بس انتو كمان لازم تعرفوا حالكم وين. واللي بيفكر يضحك علي يا ويلو مني. ولك هذا المسرح تبعكم، هاي الرساله تبعكم. ها ولك ها ها لك حدا يمسكو، هذا مجنون. اللي بيمد ايده على شعره من راسه هسه قلب خلقه. اللي بيطلع لهون او بيقرب يا ويلو مني. ها هاي مدرستكم، هاي رسالتكم، وانا هون دكتاتور المسرح وبدي ساوي اللي بدي اياه. لك حدا يطلب الشرطه بقى. لك اذا حدا بده شرطه بيكون انت. ولك اطلب الشرطه. التهمه شو؟ اعتداء على نجم حبيبي. ولا خلي الصحف تكتب والجرايد تكتب والتلفزيونات تخبر. خلي النجم يزداد لمعان وبريق، ونحن والحياه نزداد تعتير. هذا ابدا مو طبيعي ابدا. سمير صرف. انا ما دخلني، انتوا بلشتوا المشهد وانتوا بتنهوه. ولكن نجم هو اللي بيضوي على العالم، بيضوي على الناس، مو بيدعس علي وهو ماشي. حسام روح تصرف الشرطه. روح جيب اللي بدك اياه، ولك جيب القانون كله، جيب كل مين ما بيعرف خليه يجي لهون يعرف. ولك انا مجنون، انا مجنون، انا مجنون، بدي كسر الدنيا. خليه يجي يتفرج على المسرح. في مجنون هون يا قانون. ولك وين القانون؟ ولك يا قانون يا قانون. ولك انا بحياتي ما شفت حالي على مخلوق بحياتي.
خلص خلص سكروا الستارة، خلصت مسرحيه.